أرحب بضيفي عبر الهاتف الدكتور بدر الدين النجار، مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض. دكتور بدر الدين أرحب بك. أهلا وسهلا بك، تحية لك ولكل الإخوة المشاهدين. نعم دكتور، لو تطلعنا على آخر تطورات الوضع الوبائي في ليبيا. نعم، وفقا للبيان اللي صدر اليوم من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عدد الحالات الموجبة الحقيقة ما زال مرتفع، يعني اليوم حوالي 792 حالة، وهذه الوتيرة لاحظناها في كل الأيام الأخيرة أن العدد مرتفع وتجاوز حتى 1000 حالة في اليوم، وهذا طبعا ينذر بتفاقم وزيادة في أعداد الحالات، وخاصة نبدأ التركز في مدينة طرابلس، ومدينة طرابلس زي ما نعرف هي مدينة مأهولة بالسكان، يعني فيها ما لا يقل عليه 3 مليون شخص في طرابلس، فيها كثافة سكانية وفي انتشار كبير خاصة في بلدية سوق جمعة، بلدية طرابلس المركز وبسطيم وحي الأندلس، أظن هي الأعداد ارتفعت فيهم بشكل ملحوظ. بالنسبة للمدن الثانية، مدينة نصراتة بعد الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية اللي قام المركز الوطني من 3 أسابيع مضوا، شهدت يعني انخفاض في أعداد الحالات بشكل ملحوظ، من 120 و140 حالة وصلت في اليوم في مصراتها، الآن الحالات أصبحت فيها قليلة يعني ممكن 20 حالة. يبدو أن الحملة أعطت ثمارها وكانت نتائجها طيبة، وخلت بعثت في المواطنين يعني حافز اتباع التعليمات والإرشادات الصحية. نعم، وهذا اللي نديره فيه في طرابلس. احنا التقدير متاعكم الحقيقة كان جيد وغطى بكل شمولية الجوانب متاع الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية، هي الغرض منها هو نزول المواطن للشارع وتحسيسه بخطورة الموقف بصراحة، وإقناعه بأن مرض الكورونا هو مرض خطير جدا، وأن الاستهتار والإهمال في عدم اتباع الإرشادات هذه راه وصلنا لهالدرجة هذه بتفاقم الوضع الوبائي. نعم دكتور، نعم، بعد اعتماد بروتوكول جديد لاعتماد حالات الشفاء والقفزة التي شهدتها إحصائية حالات المتعافين، هل من الممكن القول أو هل من الممكن أن نعتبر الوضع الوبائي وضع مستقر؟ والله هو الوضع الوبائي يعني مقارنة بدول تانية احنا يعتبر لازال مقبول إلى حد ما، ولكن في وضعنا احنا الخاص في ليبيا الحقيقة لابد نبذل جهد كبير، لأن إمكانياتنا ضعيفة، إمكانياتنا الطبية لمواجهة أعداد كبيرة ضعيفة، يعني الدول الثانية ممكن تلقى يسجلوا فيها حتى بالأربعين 50 ألف حالة في اليوم، لكن عندها إمكانيات طبية لتقديم الخدمة الطبية للحالات اللي تحتاج لعناية فائقة وكذا، لكن احنا نظامنا الصحي ضعيف، استعداداتنا لازالت ضعيفة في توفير مراكز العزل وتوفير سلة العناية الفائقة، في نقص شديد أيضا في الأطباء، فإمكانياتنا ضعيفة، فإحنا حتى لما نوصل لألف حالة في اليوم إحنا نعتبره فيه وضع خطير، لأن الألف حالة بيطلعوا لك منها أقل شيء 150-200 حالة محتاجين لعناية طبية، ما عندناش قدرة استيعابية في مستشفياتنا ولا مراكز العزل اللي تم تجهيزها لاستقبال العدد الهائل من الحالات، هذا لو يزيد يتراكم ويزيد يكثر، فهذا وين تكمن الخطورة. فاحنا الوضع الوبائي ما زال يعني لحد ما زي ما تكلمنا في عدة مرات أن بالإمكان كبح جباح المرض لو نجتهد على المواطن، ولو يعني المواطن يستجيب معنا ونمنعوا هالتجمعات هذه المآتم والأفراح وكل التجمعات في الأسواق، وتلتزم الناس بارتداء الكمامات وتلتزم المحلات هذه بفرض واتباع الضوابط الصحية، التباعد الجسدي يعني تفرض على كل الزبائن والمتسوقين الكمامات ويلتزموا بالتعقيم والتطهير، أنا متأكد انقلبوا الحالات بشكل كبير ونخففوا الضغط على مراكز العزل وصلت الآن حقيقة في طرابلس ما عادش فيها أماكن يعني. نعم، شكرا لك دكتور بدر الدين النجار، المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، شكرا جزيلا لك.